دعا رئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا حكومته إلى تسريع الإجراءات بمنطقة الأمازون لمكافحة الجريمة المنظمة التي أسهمت في تدمير أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. تلقت البرازيل نحو 60 مليون دولار لتمويل الخطة الأمنية لمنطقة الأمازون، وتأتي الموارد من صندوق الأمازون الذي تبلغ قيمته 3 مليار و300 مليون دولار. وأنشأته النرويج لدعم الاستدامة ووقف إزالة الغابات بشكل غير قانوني بمنطقة الأمازون.